رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يقول لزوجته إني أحبك إلا ويثبت في قلبها بزنت بقو دوست الدرم بقو بهش اظهر عواطفك لزوجتك. شهد الله وعلم، أنا واصلتني تقارير واحد متزوج يجوز 20 سنة لحد الآن ما قال لزوجته إني أحبك، وايد خشن. هذه المرأة تشعر بنقص عاطفي، واضح يوم واضح. حتى صديقك إذا تحبه قل له إني أحبك إني أودك، مستحب شرعا حتى تثبت العلاقة أكثر. خير نسائكم الودود، يعني اللي تود زوجها تحب زوجته تتفانى في خدمته. الولود باتشادار بياري. إذا يقول لك شيخ نحن شلون عرف هاي ولود، يقول من قرائنها وأخواتها خالاتها، إذا أخواتها يولدون هي بعد حسب القاعدة تلد. واضح يا موضوع. خير نسائكم الودود الولود، العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، البعل يعني الزوج، ذليلة ويا زوجها، مطيعة لزوجها، مو تتعنتر على زوجها، مو تتفرعن على زوجها، مو دائما تتأمر على راس زوجها، تبي تسوي زوجها عبد مطيع إليها. واضح يا مو واضح. زن بايد مطيع الشوهر باشه، باشوهر ذليل باشه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أمرت أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. الله أكبر. اگر میگن اگر میخوام به کسی دستور بدم که سجده کنی برای کسی، دستور میدادم زن برای شوهرش سجده کند، یعنی طیع زوجها. اكو بعض النسوان يطلع برا ما ياخذ اذن من الزوج، هذا حرام شرعا، لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها من دون اذنه، الا في بعض الموارد مثل الحج واجب مثلا، في بعض الموارد الضرورية مثلا. بله خیلی باید مواظب باشه زنها ها از خانه بیرون نرن بدون اجازه شوهر. الولود العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة له، يعني تتزين لزوجها تتهيئ لزوجها، مو بوصاختها 24 ساعة في البيت همش كسيفي در كسيفي، نه زن باید تمييز باشه که شوهر چه جذب بکنه.